معكم ياسين الصواب اكتر حضور ديالي في هذا المهرجان بالمسلسل مقطع من الشجره شرف لي كبير نحضر في هذا المهرجان ديال لي تيليفيلم واول مره غيديروا لي تيليفيلم في المغرب ديال الفيستيفال نهضر لكم على شويه مقطع من الشجره هضرنا شويه على الفيلم كي كانت التجربه ديالك الفيلم ديال التجربه ديالي قوي بزاف وكان ماشي اي واحد يجي يلعب هاد الدور ديال مقطع من الشجره حيت كان اصلا كاينين شي ناس كيعيشوا داك الدور وقاومش معاه باش نحاول نعيش بحال هادوك الناس ويعجب كاع الناس ويعجب كاع الناس ان شاء الله تبارك الله عليك كاين شي جديد ضروري جديد واحد كور ميتراج ان شاء الله كنتمنى لك التوفيق امين شكرا